التقى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي مع قائد القياده المركزيه الامريكيه الفريق اول مايكل كوريلا وقد تناول اللقاء عددا من موضوعات الامن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من موضوعات الامن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحه عن اعتزازه بعلاقات الشراكه والتعاون الممتد بين القوات المسلحه لكلا البلدين وتطلعه لان تشهد المرحله القادمه مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكريه فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له. وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركه وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره